اول سؤال معانا من السيده ام معاذ. سيده ام معاذ من الفيوم، اتفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازاي حضرتك فضيله الشيخ؟ فضل ونعم الحمد لله. اولا انا بشكر حضرتك على موضوع الحلقه النهارده لانه هو موضوع مهم جدا. انا عن نفسي كزوجه وام، انا بشوف كتير قوي قدامي حالات بيبقى الزوج بيحاول بقدر المستطاع ان هو يرضي الزوجه وهي ما فيش حاجه بترضيها، والعكس صحيح. فحضرتك اما وضحت النهارده الرضا ووضحت لنا ان في ثلاث حاجات اللي حضرتك كده وصلت لنا المعلومه كامله متكامله، فبقول لحضرتك الف الف شكر وجزاك الله خيرا على موضوع الحلقه المهمه جدا جدا جدا. الله يبارك في حضرتك ويحفظك يا رب. سؤال حضرتك يا ام معاذ كمان. انا بقى يا فضيله الشيخ، كان من حوالي 6 سنين كده حصل موقف من اهل جوزي، وهم اهلي برضو بس هم اهلي من ناحيه الام واهل جوزي من ناحيه الاب. كان كنت حضرت فرح لحد من ولادهم، وبعد الفرح دوت لقيت في كلام طلع ان انا عملت سحر لابنهم العريس ده. طيب. وبعدها زوجي طبعا ما صدقش فيا لان وثق فيا ان انا عمري في حياتي ما هلجأ لشيء حرام مهما حصل. والناس دي يعني انا الحمد لله ما عنديش اساسا يعني بنات، ما فيش اي دليل ولا اي سبب يخليني اعمل الشيء ده. طيب وبعدين؟ ورغم كده لما جيت اواجههم قالوا ان ما فيش حاجه من الكلام ده حصلت وما حدش فينا قال كده. بعد كده قطعوني وقالوا الحمايه هي ما احنا مش عايزينها تيجي عندنا اصلا ولا عايزين نعرفكم. فانا انعزلت وقعدت لوحدي، بقيت اسمع الكلام من بره ان انا اذيتهم. طيب السؤال بقى، سؤالك يا ام معاذ ايه؟ اتفضل. سؤال حضرتك ايه؟ هل ان انت عزلك عنهم ده حلال ولا لا؟ انا دلوقتي حضرتك بقالي 6 سنين، 6 سنين انا اهلي وما بقى يعني حتى لو حد فيهم بيحاول يكلمني في الشارع انا ما بكلمهوش، لان خلاص طلعت عليا سمعه ان انا اذيت فيهم. فانا دلوقتي هم بيحاولوا يترموا عليا، بس لما باجي عند النقطه دي واقول لهم اعترفتوا ان انا ما عملتش منكم ولا عشان لا. هسالك سؤال، هسالك سؤال يا ام معاذ. اتفضل. انت قلبك ما حسيتيش ان هو ازداد قسوه شويه؟ بصراحه ايوه انا حسيت. طيب بقى كمل بس، كملي معايا يا ام معاذ بس. اتفضل. هو حضرة النبي صلى الله عليه وسلم رحمة للعالمين، وعلمنا ايه اللي يخلي القلوب تفضل لينة، لان قسوة القلوب دي مش بتضر الانسان نفسه، ده مش بتضر الناس التانيين، بتضر الانسان نفسه. يعني تخيلي حضرتك لما تقابلي حد وتحسي وانت تروحي مدورة وشك او ما تسلميش عليه وترجعي وانت حاسة ان انت منتصرة، بس حاسة في نفس الوقت ان في حاجة كده كان نور في قلبك راح منك. انا مش ببقى حاسة ان انا منتصرة، بالعكس ده انا ببقى ببكي اما بشوفهم. طيب نعمل ايه بقى؟ الكلام ده انا ببكي الموت يعني الموت. انا ببقى منهارة برضو من داخليا وخارجيا. ربنا يبارك لك في هذا الشعور. يبقى خلاص لما تنهاري كده، سيدنا الامام ابن عطاء الاسكندري يقول من علامات موت القلب ترك الحزن على فوات الموافقات. لا الحمد لله انت بتحزني فقلبك مازال حي الحمد لله. فنعمل ايه؟ مساله سهله، ايسر من كتير من كده. الناس انكروا ببساطه خالص، الناس انكروا ان هم اتكلموا عنك، صدقت مين؟ اللي جه ونقل لك هو الذي سبك. الناس انكروا، فكونك انت تسيء الظن فيهم ان هم عملوا كده ده غلط، ده حرام ما يجوز شرعا، ولابد ان احنا نتجنب الظن. فتعملي ايه؟ انت خلي المبادره عندك، واجعلي المبادره دي التوبه الى الله سبحانه وتعالى. توبه من ايه؟ من القطيعه، لان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لامرئ ان يعكر اخاه فوق 3. فارفعي سماعات التليفون وقولي لهم ربنا يبارك لكم ويحفظكم، واحنا خلاص هنبتدي ندخل على الاشهر المفترجه، ربنا ان شاء الله يبارك لنا، وان شاء الله ربنا يبلغكم رمضان ويبلغكم النور والبركه ويجعلكم ان شاء الله في غير حال. فبدري، انت بتساليني اعمل ايه؟ بدري ولك الثواب ان شاء الله.